في آخر تطورات حادث مصرع الطالبة حياة والتي كانت ضحية عملية تدخل لتوقيف قارب مطاطي سريع، نفذته وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم الإسباني الذي كان يقود القارب المطاطي والذي أطلقت عليه البحرية الملكية النار يوم الثلاثاء الماضي. واضطرت وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية إلى إطلاق النار على قارب مطاطي سريع جو فاست كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، يقوده مواطن من جنسية إسبانية ومساعده إسباني الجنسية ودوره تأمين مسار المغادرة صوب الضفة الأخرى. أما الشخص الثالث فهو مغربي مقيم في إسبانيا وهو الذي تكلف بتسلم الأموال من المرشحين للهجرة. من جهة أخرى دخلت منظمة Human Rights Watch الدولية على خط قضية مقتل شاب المغربي حياة، حيث صرحت سارة لياويتس مديرة قسم الشرطة الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قالت في تصريح صحفي معمم على وسائل الإعلام: ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرا أمنيا على أي أحد. وتابعت: لقد تعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل، يجب أن يفعلوا ذلك فورا وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علنا وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة.